الرحيم. انا دكتور طارق عمر، استاذ طب الاطفال كليه طب جامعه الاسكندريه، وتخصصي استشاري الامراض العصبيه في الاطفال. من ضمن الحاجات بقى اللي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منها ان احنا نفتكر انها تصرفات عاديه زي كل الاطفال، في حين ان هي تصرفات تستحق الاهتمام. اهالي كتير جدا جدا بتسيب اولادهم مشغولين بالالكترونيات، مشغولين هم يتفرجوا على التلفزيون، على الكرتون، قنوات بعينها فيها اعلانات او اغاني بشكل نمطي تكراري او لها رتم معين، وتبقى مبسوطة جدا ان الولاد دول قاعدين قدام البيت، قاعدين قدام التلفزيون ومشغولين وهادين، وبالتالي هم اولاد مؤدبين وكويسين. طبعا ده غلط. انشغال الطفل في السن الصغير في الشهور الاولى من عمره بكل الشاشات ايا كانت، سواء كان التليفون او الكمبيوتر او الايباد او التاب او التلفزيون، ده بيخليه ما يركزش في العلاقات مع الناس اللي حواليه، تخليه هو مش في ذهنه انه يتفاعل مع الناس، يتفاعل مع الاشخاص، ودي نقطه مهمه جدا جدا. برضك ده بيحصل قبل سن سنتين او ثلاث سنين. عشان كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحذر منها الامهات، ما تسيبش ابنها قصاد الشاشات. في اسر كتير تقول طب ما الطفل، اطفال كتير بيقعدوا قدام التلفزيون وما بيجرالهمش حاجه. حقيقي، ده حقيقي فعلا، لكن اللي عنده استعداد لظهور سلوك التوحد ده بتبقى نقطه البدايه بالنسبه له. عشان كده الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال منعت تعرض الاطفال اقل من سن سنتين لاي شاشات ايا كانت. في سن سنتين الطفل لازم يلعب مع الاشخاص، يلعب باللعب مع الاشخاص، حتى ايفن ما يلعبش لوحده باللعب، لازم حد يشاركه في اللعب اللي بيلعب بيه. وده من اهم الوسائل اللي الناجحه لخروج الطفل من دايره التوحد، ان يوم الاسره بتهتم انها تقفل كل الشاشات وبتقضي وقت مع الطفل، تلعب معاه باللعب بتاعته، الوضع بيختلف تماما. ودي حالات احنا شفناها اطفال كتير جدا في سن صغيره جدا كان عندهم سلوكيات كتيره من سلوكيات التوحد، واختفت تماما لمجرد ان الاسره غيرت في اسلوب تعاملها مع طفلها.